اهلا وسهلا بكم خوتي خواتاتي. الا ما عملتوش هذا القناع، الا ما تبعتوش هذا الشيء اللي غادي نقول لكم باش نحضوا هذا القناع، وفي نفس الوقت منه غادي نحضوا مشروب. الا ما عملتوش هذا الشيء غادي نغضب عليكم. علاش؟ على ود تطيب البشره كاين هنا، محاربه التجاعيد، توحيد اللون، شد البشره، الله يطول لي عمركم. قناع سحري، قناع اللي انايا صوبته وغادي يمشي للقناه التجاريه الله يطول لي عمركم، وغادي يمشي للمحل عند السيده. اذا انا كنهديه لكم، كنعطيه لكم، كنقول لكم غادي ناخذ منه مشروب اللي هو صحي 100%، الذات ديالتنا محتاجه ليه، وغادي نعملوا منه قناع للبشره ديالتنا. كيف كتشوفوني ها انت يا اختي العزيزه، هذه الكوش الثانيه، تابعيني. ما تنسيش الله يطول لي عمرك ملي تكوني كتعملي في هذا القناع، ما تنسيش وكذلك الدوره ديال العين. دوره العين كيوحد اللون، الهالات السوداء، ترطيب التغذيه ما نقولش لكم. عرفتوا شنو هو هنا؟ سي تان فري بوتوكس البنات. الى المقادير، غادي نحتاج خوتي خواتاتي الله يطول لي عمركم لواحد الكاس اللي حنايا كنعملوا فيه الزبيب المجفف، لو غيزان ساك، الزبيب المجفف كنعملوه في هاد الكاس، كنخويو عليه الله يطول لي عمركم الماء طيب، كنخليه نهار وليله، نهار وليله كيولي وكنخليوه في الثلاجه، يعني من بعد ما داك الماء كيبرد كيضل النهار كله وهو على برا. في الليل ملي كنبغيو نعسو كندخلوه للثلاجه، كيطلق لينا هاد الماء ديالو اللي غادي نوريكم نعملو منه مشروب تغذيه داخل، وغادي نعملو منه قناع. اذا هاد الزبيب ها هويا غادي نطحنوه بواحد الطريقه، وغادي نصفيوه، وغادي نقول لكم وكذلك كيفاش نعملوه مشروب لزياده الوزن، المناطق الانثويه اللي كتبغي تغلاض الله يطول لي عمركم، اللي كتبغي زياده الوزن كننصحكم بهذا المشروب. يعني اش نقول لك، بحال غادا تاخدي كاس في الصباح وكاس في العشيه، صحي 100%. تابعوني. انا البنات كنطحن اي حاجه، الكرافس، الخضره، المشروب، العصير، كلشي كنطحنو في هادو اللي ما غاليينش. ها نتوما كيعملوا ما كاملاش 10 اورو هاد الشكل، عندهم هاد البلاصه كتجبديها فيها قنبه. غادي نطحن هاد الكاس ديال الزبيب اللي هو قدناه، وغادي نرجع لكم. غادي نعملو الماء ديال الزبيب مع الزبيب اللي حنا طبناه، غادي نطحنو ونرجع لكم. من بعد ما طحنتو البنات هكذا، غادي ناخدو شويه منه، غادي نصفيو الماء ديالو، وغنوريكم الطريقه كيفاش نصفيو الماء، والباقي غادي نوريكم كيفاش نشربوه باش نزيدو في الوزن. ومن ناحيه القناع ديالو كيعمر لينا المناطق اللي هي فارغه عندنا في البشره ديالتنا. ها نتوما البنات، هذا هو اللي غادي نشربوه، ولكن غنزيدو عليه حاجه واحده اخرى. دابا غادي ندوزو للقناع، ومن بعد غادي نعطيكم المشروب الله يطول لي عمركم. كنحتاجو لواحد الكاسرونه هكا، ها هو باقي فيها البنات، شتوه؟ ها هو باقي فيها. كنحتاجو لواحد الكاسرونه هكا، كنحتاجو لواحد الصفايه اللي هي كتكون هكا. الا كان عندكم حتى ليبا اللي كتلبسوهم، ليبا ديال الرجلين ولا زويف اللي هو كيصفي. اذا انا صفيت هنايا، هنا محتاجه الماء ديال الزبيب، محتاجه الماء ديال لو غيزان. اذا صفيت الماء، وغادي نقول لكم الطريقه ملي غادي نعملوا الماء الله يطول لي عمركم. هنايا الماء اللي هو يعني الماء ديال الزبيب اللي صفيناه، غادي نزيدوا عليه الله يطول لي عمركم ساشي ديال الخميره الخبز، ماشي على الاشهار، الخميره حبيبات. غادي نعمل ساشي ياكو، غادي نعمل ساشي، غادي نزيد وكذلك الله يطول لي عمركم نص معلقه ديال الميزينا، نص معلقه ديال الميزينا، نص معلقه ديال الميزينا.
غادي نخلطوهم مزيان هنا مع بعضياتهم حتى يتخلطوا لينا مزيان، وغادي نقبطوا الله يطول يعماكم واحد الكاسرونه اللي هي يا وحده اخرى ثانيه غادي نعملوا فيها الماء، وغادي نشدوا هاد يعني الماء ديال الزبيب مع الخميره مع معلقه ديال المايزينا اللي حنا حركناهم، غادي نعملوهم في حمام مريم، يعني غادي نحطوهم الفوق وغادي نحركو، نبقاو نحركو تدريجيا غير شويه غير شويه، نحركو واحد 3 ديال الدقائق ونطفيو عليه البوطه. اذا ملي غادي نحركو اشنو غيبقى لينا؟ غادي يبقى لينا الله يطول لي عمركم، غادي يبقى لينا الوقايه الشمسيه لي كرون توتال، اي وقايه شمسيه عندك غادي تزيديها من بعد ما غيبرد، حتى غيبرد لينا الخليط ديالنا الوقايه الشمسيه غادا تزيديها وغادا تحركيهم، وهما اللي عملتهم في هذا الاناء. ودابا غادي نعاود الكوش الثالثه على ود هاد القناع بوتوكس، بوتوكس البنات ما تنساوش الدوره ديال العين، يعني تاخدي هكذا شويه وتجي الدوره ديال العين هكا، راه التجاعيد البنات هنايا عطيتكم احسن ما عندي من الوصفات الطبيعيه. ولو تكون عندك الحساسيه ما كيعمل لا حميره في الوجه والو، يعني الزبيب هو مغذي ومعالج الله يطول لي عمركم. هو هذا خوتي خواتاتي، هانتوما كي كيجي، هانتوما كي كيجي، اي سؤال اهلا وسهلا ومرحبا. اذا هنايا عملت الكوش الاولى، نزيد الكوش الثانيه ونزيد الثالثه، ويا سلام يا سلام على هذا القناع، وعطي العنق ديالك سيدتي ولا سيدي، عندي رجال ما شاء الله كيتبعوني، عطي العنق ديالك وما تنساوش الطريقه الجهنميه اللي انا كنقول لكم باش كنستافدوا من هذا القناع ديال الماء الزبيب، الخميره الفوريه، المايزينا، الوقايه ديال الشمش. هنايا تعملي على يديك الا كانوا فيهم التجاعيد، يعني عجيب عجيب. دابا غادي ندوزو بلا، خلينا هاد القناع على البشره ديالتنا تخليه حتى ل 20 دقيقه، الكوش الاولى والكوش الثانيه والثالثه. دابا غادي ندوزو كيفاش نحضروا المشروب اللي هويا زياده الوزن الله يطول لي عمركم. انا ما غاديش ندخل فيه غير حاجه ثانيه على ود انا غلاضيت وما بقيتش محتاجه لزياده الوزن. الا شفتوني قبل كيفاش كنت ضعيفه وكيفاش خديت يعني لو بوا اللي انا محتاجه ليه، اللي هو يعني كيف كنقولوا عجبني، غادي تعملوا الطريقه الثانيه. انا باش كنستافد من الزبيب والفوائد ديالو والمكملات الغذائيه اللي فيه، الزبيب المجفف، الكحل ولا الابيض، لكم الاختيار، والكحل فيه المنافع اكثر من الابيض الله يطول لي عمركم. هنا الله يطول لي عمركم الزبيب من بعد ما طحناه، يعني في الميكسور عندك، الميكسور عندك هاد لاباري هادي في الاثمنه ديال كل شيء يقدر يشريها، من بعد ما طحنتو هانتوما كتشوفوه يعني ما شاء الله بارد. كناخذوا الله يطول لي عمركم الججلان السيزام، كناخذوا الججلان وكناخذوا السيزام اللي حنا ما دخلناش في القناع، يعني كناخذوه كنزيدو هنايا. غادي تقولي لي شحال من معلقه، يعني هنا كنقول لك 3 الكيسان في النهار، وغادي هذا دو سوكر لون، هذا السكر اللي الدم ديالنا كيحتاج ليه، يعني ماشي السكر السريع. غادي تقولي لي شحال من معلقه، غادي نقول لك 3 المعالق ديال الججلان في النهار مع 3 ديال الكيسان، مع 3 الكيسان غادي ناخذوهم، غادي نحركوه بحال هكا الله يطول لي عمركم. ها نتوما المشروب ديالكم، حاجه اللي نركز عليها، يعني الججلان ملي يجي لك في وسط الدراس ديالك ما تصيفطيهش عزيزتي بلا ما تنضغيه، ولا بدا ولا بدا ما تنضغي الججلان باش يخرج لك ديك الزيوت ديالو اللي هي زيوت الطياره، ملي كتسخن كتمشي ديك الزيوت ديالها، يعني نشرب بالجغمه بالجغمه ونضغ هذاك الججلان. وما غاداش تخيلي
نعطيك 15 يوم غادا ترجعي ليا من ناحيه البشره ديالتك، ومن ناحيه زياده الوزن، ومن ناحيه التصفيه ديال البشره اللي حنا غادي نعالجو داخليا، وغادي نعطيو للذات ديالتنا المكملات الغذائيه اللي كاينه هنايا ومع القناع وعلى الدنيا السلام. بقاو معايا للتذكير فقط، الله يطول لي عمركم. هذا القناع يمكن لينا نعملوه في الثلاجه يبقى معنا حتى شهر، يعني كل نهار تهزي منه معلقه وتعمليها على البشره ديالتك. هذا القناع حاولي الله يطول لي عمرك، الا كانت البشره ديالتك مدمره هملتي عليها البقع السوداء تجاعيد ترهلات، كنقول لك راه يعني الكريمه اونتي غيد ضد التجاعيد كتعاون، والقناع كيعاون بزاف كيوحد لينا اللون. اذا من بعد ما عملت الكوش الاولى انا وعملت الكوش الثانيه وعملت الكوش الثالثه، الا بقى ليا غادي ندخلو للثلاجه ونسد عليه. ها نتوما البنات راه خطير هذا القناع هذا، والله القسم تمشي للمركز ديال التجميل يا ما خاصك من زباله الفلوس باش يعملوا لك هاد القناع. انا كنهديه لكم، اي حاجه كنعملها على البشره ديالتي كنضمنها لكم البنات. الطريقه الثانيه الله يطول لي عمركم، دائما واحد القفازه ليغا وكنجيو وكنمصيو مزيان القناع كندخلوه في البشره ديالتنا، وهلا بدا البنات ما تخليوش القناع سطحي، يعني خصنا ندخلوه في البشره ديالتنا. هذا انا والله ما سخيت نحيده، والله ما سخيت نحيده، ونودي حيدي عليا العجز، ونودي عملي ليا واحد القناع وعملي هذا المشروب. ولا ما بغيتيش زياده الوزن ما تعمليش الجلجلان، عملي غير الزبيب، عطيوه للاطفال ديالكم، الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى. الزبيب بالنسبه للاطفال كيعطيهم الذاكره، يعني كيركزوا في القسم. الزبيب انا كنت كنعطيه لوليداتي في الفطور في الصباح، كنحطو لهم يعني جاف، كنحط لهم الزبيب فوق الطبله وكيبقاو ياكلوا بالوحيده بالوحيده مع الفطور. عطيو لوليداتكم الزبيب وانتوما عملوا هذا المرقد اللي هو كيتسمى مشروب واكل للذات ديالتنا. وعاد باش كنعملوا القناع باش سيداتي كنعالجوا الداخل والمكملات الغذائيه اللي كاينه في الزبيب المجفف لوغيزان سيك، ومع القناع وشرب الماء، ونجتنبوا اكل اللحوم والدجاج والملحه والسكر الله يطول لي عمركم. دابا غادي نغسل وجهي وغادي نرجع لكم، هانتوما نوريكم طريقه سهله كيفاش غادي نحيدوه. كنجيو لهنايا كنقيو، شوفوا يا خوتي خواتاتي البشره كي كتولي الله يطول لي عمركم، شوفوا الحميمه الدوره الدمويه ديال الوجه كتحرك باش كيمشيو لينا الهالات السوداء، وداك التؤلؤ اللي ما كيكونش موحد كيتوحد الله يطول لي عمركم. كنجي انا بهاد السيبيته كنحيد كل شيء من البشره ديالتي، وعاد باش كنغسلها. وكاين واحد الدهنيات هنا ما نقولش لكم البنات. من بعد ما غسلت وجهي البنات مزيان غادي نعمل الوقايه الشمسيه، اي وقايه شمسيه عندكم انا غادي نعمل هذه، ولا بدا ولا بدا من الوقايه الشمسيه، ندوزو على البشره ديالتي ونرجع لكم. ودابا ها نتوما البشره ديالتي خوتي خواتاتي ما عامله والو، يعني تطيب فقط، يعني هاد الوقايه الشمسيه عجبتني. علاش ما نوريهاش لكم؟ كابتور دي كرون ديال الاطفال، الحمايه 50%، وهنايا غادي نتكلم لكم على هاد العصير. الزبيب المجفف الله يطول لي عمركم، انا داك في ديك الوقيته ارخص ما كاين، ارخص ما كاين اللي هو في اوشون ولا في كارفور، ارخص ما كاين النسبه ديال الملحه فيه 1%، والجوده العاليه ديال الزبيب فيهم ما بين 7 حتى 8% ديال الملحه. يعني الزبيب المجفف الا كتعقلوا انا داك كانوا جدودنا من سوق السوق كيجيبوا الفاكهه،
الفاكهه اللي هي شويه اللوز، شويه الكاكاع، الزبيب المجفف. الزبيب المجفف راكم فريمون حارمين نفسكم من المكملات الغذائيه. اللي عنده القبض هذا العصير غادي يساعده في القبض في الذات ديالو. اللي عندها كيف كنقولوا الهشاشه ديال العظومه وناقص هذاك الزيت دوك الدهنيات الطبيعيه، غادي تلقيهم يا اما في زيت السمك يا اما في الزيت ديال الزبيب. حاجه ثانيه الله يطول لي عمركم، اعطيوه لوليداتكم بالنسبه للدراسه، كيعاونهم كيدكيهم وكيركزوا في القسم ديالهم. نتوما الامهات كنصحكم والاباء بواحد الحفنه ديال الزبيب جوج حتى لثلاثه المرات في النهار، ولا بهذا سيد العصير هذا اللي خوتي خواتاتي. يعني هنايا عندنا الزبيب مرقد مع الماء ديالو اللي حنا عملنا منه قناع، وقلت لكم على المقادير وطريقه التعمير. وهنا زدنا الجلجلان، ها هو كتشوفوه هبط، غادي نحركو ونشربو تدريجيا وندغو ندغو مزيان. ما تخيلوش غادي نطرحمو ليا على والديا. انا هاد الكاس ماشي ليا، هاد الكاس لم يا بنتي ان شاء الله على ود غيجيو اليوم يتغداو عندي كلهم. ما تبخلوش عليا، الله يطول لي عمركم باللايك وبالتعاليق، وما تبخلوش عليا برأي ديالكم يحترم. تسناونا ان شاء الله في اللايف، غادي نكون انا والعائله ديالتي الله يطول لي عمركم. لو بارطاج.